امتى اقول ان الحالة دي لازم لها زراعة؟ كل الناس ينفع تزرع معاها، مفيش مشكلة بالنسبة للزراعة خالص دلوقتي. اللي بتأثر فعلا على الزراعة ودي عن تجربة شخصية التدخين. الفينير ده بينقسم فينير بيبقى بتحضير وبدون تحضير. هي مميزاتها ان انت ما بتلعبش في السن. الابليس ان انت ما بتفتحش على العظم، انت بتشتغل كلوز على طول. شغل السنان مش شغل تجميل وزراعة بس، في حاجات تانية كتير. الدكتور شريف عزت، استشاري زراعة وتجميل الأسنان، دبلومة إمبلانت من جامعة إكسفورد، ماجستير جراحة الفم والأسنان، دينتال لايت سنتر. سنة 1952 في السويد بدأ البروفيسور برانك مان أبحاث استمرت ل 15 سنة على مادة التيتانيوم، لما اكتشف مدى إمكانية تآلفها والتصاقها بالعظم البشري وطور منها زراعات الأسنان اللي بدأها سنة 1965 واللي اعتبرت أحد أهم ابتكارات العلم في طب الأسنان الحديث، واللي حصل بسببها على عدد كبير من التكريمات والجوائز، كما حصل على أكثر من 30 منصباً فخرياً في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. أهلا بكم النهاردة، حلقة مهمة جدا في عالم طب الأسنان، مهمة للغاية. لكن خلينا أقول لكم برضو معلومة مهمة للغاية أوي يعني، وتخوف الحقيقة. المشروبات الغازية يا جماعة تأثيرها على السنان سيء، واللي سيء برضو غير المشروبات الغازية البطاطس، واللي سيء برضو المواد الستيكي، مواد اللزقة، ودول منتشرين حلويات، واللي سيء برضو الحلويات بيني وبينكم، وخصوصا بقى حلويات اللي هي العنيفه دي، بتاع حلويات المولد، حلويات اللي بتحتاج بقى وبتدخل بين السنان وبعضها، بتحتاج مجهود. في حلويات يعني بتبوظ بتكسر السنان، لان الحلويات نفسها عنيفه جدا جدا. احنا بنتعامل بسناننا مع حاجات غذائيه غريبه، تلاقي مواد ستيكي، مواد لازقه، وانت مصمم برضو تاكلها وتقعد. طبعا المشروبات الغازيه في منتهى الخطوره لوحدها، يعني المشروبات الغازيه بتزود حساسيه الاسنان، بتاكل طبقات في السنان. يعني عملوا تجارب على حطوا السنان وبتاع، التجارب دي مشهوره قوي يعني. هل هي تجارب حقيقيه قوي ولا لا؟ انا مش هقدر افتي، بس اللي اقدر اقول لكم انه علميا مثبت انه فعلا في تاثر كبير على مينه الاسنان واللثه بالتعامل مع المشروبات الغازيه. الشباب الصغير بقى افراطه في المشروبات الغازيه دي بيعمل مشاكل كبيره جدا، ممكن يجعل ده، شوف السنان دي تجربه موجوده، هل دي واقعيه؟ عشان برضو ارجع اقول ايه، انا بعرضها لكن مش مؤكد، الله اعلم. هنسال برضو المتخصصين، متخصص اساله اقول له ماده الكولا او ماده الماده الغازيه دي بتاثر على مين للدرجه دي؟ لو سيبنا السنان راقده فيها مثلا يوم ولا حاجه، ممكن تتاكل للدرجه دي؟ يعني حاجه صعبه قوي، ده الواحد ما يشربش بعد كده. انا بشرب، مش هقول لكم ان انا ما بشربش مياه غازيه، انا بشرب انا كمان، بس بيني وبينكم بدات اقلع الفتره اللي فاتت من المياه الغازيه. النهارده حوار مثير للغايه وممتع، لان احنا كمان هنروح للزراعه، نتكلم على التجميل، حوار مجمع مهم جدا في عالم طب الاسنان مع ضيفي من اصحاب المقام الرفيع، اسم كبير في عالم الاسنان، صاحب ما شاء الله تواجد رائع جدا وعلم هيمتعنا به، يعني فعلا ضيافه نسعد بيها، مع الاستاذ الدكتور شريف عزت، استشاري زراعات وتجميل الاسنان وصاحب ماجستير جراحات الفم والاسنان. اهلا بيك يا دكتور شريف، منور الناس الحلوه، ربنا يخليك. الحقيقه عايز قبل ما ابدا بالزراعه والاخير، هل فعلا المواد الغازيه والحاجات دي مضره او لا؟ هو طبعا التجربه اللي ظهرت في التلفزيون دي اللي هي بتظهر بيعملوها، طبعا هي السنه نان فايتال، اللي هي السنه شايل لك سنه من الفك نفسه، فالسنه اوريدي ماتت شويه، فطبعا تاثيرها بيبقى تاثير
الكولا والصودا والحاجات دي بتأثر زيادة شوية. طبعا بتأثر، بس هي بتأثر على اللونج تيرم، طبعا بتأثر على بعد فترات طويلة. لكن لما تتعمل زي تجربة، زي تجربة السنة، انت شلت السنة من الفك نفسه، السنة ماتت اوريدي، فلونها بيتغير، فطبعا بتبقى بزيادة شوية يعني. لكن ما نقدرش نقول ان طبعا ان الصودا والكولا والحاجات دي كلها ليها تأثير جامد جدا على المينا وعلى الحاجات دي. طب احنا ابطال العالم في فادي الاسنان، يعني احنا بتهيألي احنا مرشحين بقوه ان احنا ننافس في مراكز متقدمه. كل واحد في الشعب، خصوصا الاجيال بتاعتنا واللي اكبر شويه، تلاقي 3 4 سنان هنا، سنه هنا. امتى اقول ان الحاله دي لازم لها زراعه؟ هو طبعا اي حاله دلوقتي تقدر تعمل لها زراعه طالما في فراغات، في سبيسز بين الاسنان، وفي خلع، وفي سنان مفقوده، وفي حاجات من دي كتير جدا. غالبيه الناس بتخلع سنانها كانت قبل كده، يعني تخلع سنانها وتسيبها وتقعد فتره طويله ما تركبش، وبيبتدي يحصل تاثير ان السنان بتبتدي تتحرك، بيبتدي العظم يتاكل، بتبتدي الخد يبتدي يخش جوه العضلات نفسها، تبتدي تحصل لها ترهل شويه نتيجه عدم وجود اسنان وبتاع. بس يعني دلوقتي الناس بقى عندها حته ان الخبره دلوقتي ان هي بتبتدي تسعى ان هي تعمل زراعه الاسنان وتعمل الحاجات دي كلها. فهو دلوقتي بقت كل الناس ينفع تزرع معاها، ما فيش مشكله بالنسبه للزراعه خالص دلوقتي. يعني كان يقول لك في دلوقتي في حاجات ممكن ممنوعات، انك ما نقدرش نزرع اسنان، نقدر نعمل حاجات قليله قوي قوي، زي مثلا الليفر ترانسبلانتيشن، انه بياخد اميونو سابريزيف، بياخده في حالات الانتقال الكبد. ايوه الحاجات دي بتبقى شويه، لانه بياخد ادويه بتقلل المناعه جدا. فاي جسم غريب بيخش بيحصل مشكله، هي من الحاجات القليله جدا اللي بتبقى كده. عظيم. عايز حضرتك تكلمني على انواع الزراعات، يعني اكيد ليها كذا تقسيمه، يعني في زراعات فوريه، في زراعات شويه هتاخد وقت، ولا الانواع بتتوقف على نوع الزرعه نفسها ايه؟ بص، هو الانواع طبعا بتختلف من 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 نوع لنوع. يعني دلوقتي بقت انواع الزراعات عامله زي، انا بديها مثال كده، زي انواع الشامبوهات والصابون والحاجات دي كلها. ان هي بتبقى في كوري، في مصري، في ايطالي، في امريكي، في الماني، في الالماني، في كذا نوع، الحاجات دي كلها. طبعا الحاجات دي كلها بتبقى معالجه، معالجات معينه، دي بتقلل نسبة النجاح بتاعت او بتزود نسبة النجاح بتاعت الزراعة يعني. فهي النقطة حضرتك، انواع الزراعات دي هي بتختلف على نوعية نوع العظم نفسه، وهل بقاله فترة طويلة خالع او ما بقالوش فترة طويلة خالع، والحاجات دي كلها. فهي حضرتك بتختلف. احنا انا دايما بحب نعمل، يعني بنبتدي في الاول ان احنا بنعمل تشخيص للحالة، ايفالويشن للحالة، تقييم ليها كده. التقييم بتاعها ان احنا بنعمل لها اشعة معينة، اشعة اللي هي الكوم بيم بنسميها، اللي هي ثلاثية الابعاد دي، بتديني نوعية العظم وطول المسمار اللي هيركب وقربه بالنسبة للاعصاب او الجيوب الانفية او الحاجات دي كلها. فدي الاشعة دي اهم حاجة في التشخيص بالنسبة لنا. تاني حاجة بالنسبة لنا الامراض، هل عنده سكر، هل عنده امراض معينة، هل عنده الحاجات دي كلها. بس دلوقتي بقى السكر كمان انت بتقدر تزرع، لو هو عنده دايابيتك، عنده سكر، عنده، مفيش مشكلة خالص. الحاجات بقى اللي ظهرت جديد دلوقتي اللي بتأثر فعلا على الزراعة، ودي عن تجربة شخصية، التدخين. التدخين ده بقى قاتل بالنسبة لل، يعني أنا كان عندي كذا حالة كل ما نركب لها المسمار يقع، مسمار يقع، مش عارف إيه، واحد يلخلخ شوية. اكتشفت إن هو بيشرب من 100 سيجارة يوميا. 100 سيجارة يوميا دي قاتلة، بتخلي 5000 في اليوم. 5000 في اليوم، وهو بيفخر إن هو بيشرب 5000 في اليوم. لأن أنا كنت بثبت المسمار، والمسمار يخش ماسك، يعني مش عايز أقول لك تتشعلق فيه، ما فيش بعديها اسبوع تلاقي المسمار. لما ابتديت اتكلمت معاه واتفقت معاه ان هو هيقلل نوعا ما السجاير، مش هيبطل يعني، لكن هيقلل السجاير شويه، ابتدت فعلا الدنيا بقت ماشيه كويس. فاكتشفوا فعلا ان التدخين من احد الاسباب الاساسيه اللي بتفشل الزراعه يعني. عايز اتكلم على حاجتين في الزراعه، عوامل النجاح. دايما انتوا في الاسنان عندكم عوامل النجاح دي مهمه. بلس عايز اتكلم كمان على الاحدث، التقنيات الاحدث.
هو طبعا التقنيات الاحدث اللي هو التكنيك بتاع الزراعه نفسها. هو دلوقتي احنا غالبيه الشغل دلوقتي اللي هو بيشتغل بتعمل حاجه اسمها فلابلس ان انت ما بتفتحش على العظم، انت بتشتغل كلوز على طول، انت بتبقى عامل الاشعه وعارف المسمار فين وطوله فين وهتدخله ازاي، يا بتعمله انت بتدخله بطريقه الاشعه انت شايف، او بتعمله حاجه اسمها سيرجيكال جايد ان انت بتعمل مقاسات وبتوديها بتعمل له زي حاجه جايد كده، بتبقى عارف مدخل المسمار داخل فين من العظم من بره ومن جوه ومن الادجيسنتيس الاسنان الجانبيه دي، بتخلي الدنيا ماشيه كويس جدا. ده اللي هو فلابلس اللي هي بتتعمل، وبتتعمل ما بتاخدش 5 دقائق 10 دقائق، بتلاقيها خلصت على طول بالنسبه للزراعه. دي الاشعه، دي بالنسبه للاشعه. وبالنسبه للزرعه اللي هي الفلابلس ان انت ما بتفتحش، لكن غالبيه الدكاتره بتحب تفتح، لان لما بتفتح في الليسه بتبقى شايف انت الحدود بتاعه العظم والحدود بتاعه السنان اللي جنبيها والحاجات دي كلها. لكن دلوقتي كلنا بنشتغل اللي هي الفلابلس من غير ما تفتح على طول، لانه ما بتعملش جرح وما بتعملش اي حاجه خالص. ده الاحدث، احدث حاجه. وانا بعملها عندي كمان، بنعمل بعد الفلابلس دي بنعمل لها جلستين كده ليزر نان انيشيتنج، يعني من غير ما تلمس الجرح من بعيد لبعيد كده، بتعمل بالليزر بتلاقي الدنيا بقت زي الفل. يعني عظيم جدا، ده جزء من الاحدث. اقدر اقول ان الزراعه ناجحه بكل العوامل دي ولا في عوامل تانية؟ زي ما قلت لك العوامل التانية اللي هو اللي صحة الفم بتاعت المريض نفسه، هل بيحافظ على صحة فمه ولا لا بعد كده. ما انت ممكن تعمل زرعة والعيان ما بيغسلش اسنانه وما بينظفش، زي ما قلت لك بيعمل باد هابتس عادات سيئة كتير، ممكن بياكل حلويات كتير، ممكن بياكل ستيكي فود كتير، ممكن ستيكي فود اللي انا قلت عليه ده اللي هو الاكل اللي بيلزق الحاجات اللي بتلزق. في ناس كتير بتعمل عندها باد هابت بتاكل تلج، بتبقاش تلج كتير. عندي عيانين بنات بتقرقش تلج، انت بيشتروا الكيس التلج من اونزلان كده ويقعدوا يقرقشوه ساعه يقعد، ده طبعا بيأثر جدا على لو انت عامل زراعه او عامل اي حاجه، بتأثر طبعا على الحاجات دي كلها. التأثيرات الخارجيه دي كلها تأثير طبعا يعني. لكن طالما انت عامل الزراعه مظبوط وعامل كويس والعيان المريض ماشي على التعليمات بتاعتك، هتلاقي الدنيا بتبقى كويسه جدا. سؤالين مهمين، ازاي بتتم الزراعه بقى في خطوات؟ وهل ممكن برضه في ناس كتير ممكن تتردد انها تروح تعمل زراعه لانه عنده اعتقاد انه يمشي فتره من غير سنان؟ تمام. هو طبعا الزراعه بتتعمل زي ما بنقول دلوقتي بقت ايميديت لود اللي هو بتعملها على طول في نفس الوقت وبتقدر تركب. بس هو المشكله في ناس دلوقتي بقت عندها الاعلانات والحاجات والدكاتره يقول لك بتعمل السنان وتركبها في ربع ساعه وتركب كده، هو مش بيركب نهائي. هو العيان بيبقى جاي فاكر انه هيركب نهائي خلاص. يعني انا بيجي لي العيان وبقول له لازم نستنى 3 شهور ل4 شهور على حسب حاله العظم نفسها، يقول لك امال انتوا منزلين اعلانات والدكاتره ده بيركبها في ربع ساعه. هو طبعا بيركب الزرعه وبيعمل الزرعه، بيحط حاجه مؤقت، والمؤقت ده بيتحط بنسميه حاجه اسمها اوت اوف اوكلوجن، ان هو بعيد عن العظمه ما يعضش عليه عشان ما ياثرش القوه تتحلل تاثر على الزرعه نفسها. فانت بتركب حاجه مؤقته لمده 3 ل4 شهور لغايه ما الجسم بيتاقلم مع المسمار نفسه، وتركب بعد كده الثابت الدايم. يعني الدايم ممكن يحصل immediate looting على طول لو شباب مثلا؟ لو حاله العظم كويسه. دي هو في انواع عظم بنسميها بنقسمها كده في التقسيمه دي 1 ودي 2 ودي 3. هو لو دي 2 ودي 3 بيبقى نوعيه العظم كويس وبتقدر بتدخله بالفريكشن بالاحتكاك بتحس ان هو بقى كويس، انت تقدر تعمله immediate load. بس برضو لازم تبقى بنسميها فري اوكلوجن بعيد عن العضه السنه شويه، يعني حتى ملي ما يبقاش في ضغط عليها شويه لغايه ما تبقى فتره. عظيم جدا. بعد ما عملنا زرع بتطلب من عيانك ايه؟ زي ما قلت لك هو احنا بنطلب من العيان لازم يعني طبعا بيبقى في علاج معين بياخده، في مضادات حيويه بياخدها، ده كسيف، لان انت طبعا بتبقى في بكتيريا في البق بتبقى معينه والحاجات دي كلها، زائد ان انت بتبقى طبعا متخوف من العيان ان هو ما يهتمش بالتعليمات اللي انت هتقولها، انه ما ياكلش على الناحيه دي، ان هو لازم يتابع معاك الحاجات دي كلها. فلازم بندي طبعا علاج وبندي الحاجات من ديت، لكن هو عاده يعني ما بتبقاش فيه احتياطات كتير قوي، ان هي الزرعه بتبقى جوه العظم ومقفول عليها، فهو مش ظاهر عنده بالنسبه له. بس هو احنا بنهتم بس يبقى مكان الجرح يوم يومين ثلاثه كده يهتم بالنظافه والمضمضه والحاجات دي، وبعد كده بتبقى زي الفل. عايز اروح للتجميل بقى. التجميل
ده عالم مهم جدا، بس الناس لسه لغايه دلوقتي ماشيه على كلمه هوليود سمايل. تمام، كيف تقيم هذه الكلمه؟ ما هو الهوليود سمايل دي انا دايما بحب اقسمها لقسمين. الناس يجي يقول لك عايز اعمل هوليود سمايل. هوليود سمايل ديت في نوعين منها، في نوع متحرك وفي نوع منها ثابت. النوع المتحرك اللي هو ده ماده كده انت بتعملها بطريقه معينه، بتخش افرام معينه، بتبقى بسمك معين، بتبقى بتزيد عن نص ملي شويه زي اللي هي موجوده في الصوره دي كده. ديت بتاخد مقاسات فقط، ما بتعملش اي حاجه في السنان، وبتركب على السنان بس بتبقى متحركه، بتلبسها زي اللينسز كده. يعني الستات بتلبسها او ايا كان بقى، ميل او فيميل، ذكر او انثى، بيلبسها كانه هو خارج في خروجه كده وبتاع، لكن ما ينفعش تاكل بيها ولا ينفع تشرب حاجات سخنه لدرجات معينه بيها، ودي بتبقى تكلفتها اقل، وفي بعض الناس بتطلبها لان في ما بيقدرش يتكلف التكلفه بتاعه الفينير بقى اللي هو الثابت، فهو بيفضل يعمل ديت بالنسبه يبقى منظر السنان كويس. يعني ده جزء، لكن نروح للبلك المهم في التجميل اللي هو الفينير. الفينير حاسس انه متربع على عرش التجميل دلوقتي. ما هو دلوقتي بقى هو هو الاساس، البيج بوس هو اللي كله بيعمل فينير، كل الناس فينير عايزه تعمل وتطورت فينير لومينير. لا هو بص، هو الفينير واللومينير والفاريونير والحاجات دي كلها مسميات واحده. بس هو دلوقتي الفينير انا دايما بنقسمها، الفينير دي اللي هو بتبقى التحضير بالبريب، تحضير بتضطر تحضر في السنه شويه، بتقلل من السنه شويه تقريبا سمك نص ملي او اقل من نص ملي شويه، وبتركب عليها السنان، لازم تبقى بتحضر فيها في السنان شويه. في نوع تاني اللي هو الجينيريشن الجديد، هو مش جديد، هو بقى له فتره طويله جدا، بس اللي هو طالع موضه دلوقتي بيقول لك ان هو بدون تحضير خالص. اللي بدون تحضير دوت ان انت بتاخد مقاسات على طول وبيتعمل، لان سمكه بيبقى 0.2 ل 0.3 ملي، ما بتعملش تخشينه في السنه خالص، ما بتاثرش في السنه، بتحط مواد معينه بس كده للزق بتاع اللزق نفسها وبتركبها، بتبقى منظرها جميل جدا، وبعدين بتبقى ظريفه لانك ما بتضطرش تبرد. بس في حالات لازم تضطر تبرد فيها. تضطر تبرد فيها لو عندك سنه لفه شويه، كراودد شويه، روتيتد شويه، لو عندك سنه طالعه لبره شويه. هنا الصوره دي طريقه التركيب بتاعتها. بيتركب بجايد دلوقتي اللي هو نان بريب ديت، بتركبها بجايد معين، حاجه كاوتش كده، بتبقى السنان الفينير لازق جنب بعضيها وتخش كلها وان يونت، حته واحده بس، بتبقى كل فينير سيباريتد عن سايبه عن الثانيه، تديني الشكل دوت بعد كده بعد ما بتلزق. يعني ديت بنستخدم فيها المعمل ولا بنستخدم فيها الكتكام؟ كاتكام هو كل هو المعمل هو كاتكام. هو انت لو انت عندك كاتكام في العياده، لما بيبقى عندك الجهاز سيرك انت بتعملها وانت قاعد، او المعامل دلوقتي كلها شغاله بالكاتكام، لان ما بقاش في حد دلوقتي يعملها بالايدين والحاجات دي كلها خالص. في انواع للفينير، يعني احنا قلنا الفينير واللومينير كلها انواع مختلفه، ولا ليها تقسيمه ثانيه؟ لا، هي تقسيمتها الفينير. الفينير ده بينقسم، فينير بيبقى بتحضير وبدون تحضير، بنسميها بريب نان بريب اللي هو بتحضير وبدون تحضير. دي طبعا بتتعمل، بتبقى هو كله مسمى واحد في الاخر، بس بتختلف على حسب السيكنس نفسها. اللي هي بدون تحضير طبعا بيبقى السمك ارفع، بتبقى ماده اسمها ايماكس. اللي بتبقى بتحضير دي بتبقى في ماده زركونيوم او ايماكس، على حسب العيان بيختار، وبتختلف بقى في السعر وفي الكواليتي وفي الحاجات دي كلها. طيب عندي قضيه مهمه قوي، الفينير تحللي ايه من المشاكل، وبرضو تقييم حضرتك تقول لي في حاجات تانية مش الفينير مش هتعمل فيها او مش هتبقى مفيده، يعني لو حطينا كده. ودي اعتقد هو الحوار الاهم في عالم الفينير. يعني هو طبعا الفينير بينفع في حالات كتير جدا. طبعا بينفع في حالات الفراغات بين الاسنان، لما يكون في فراغات بين الاسنان بتقدر تركب فينير. بيبقى في تاكل في المينا نفسها نتيجه حاجه اسمها هايبوكالسيفيكيشن، نقص كالسيوم في المينا نفسها، لون السنان مش كويس نتيجه ان هو حتى بيحاول العيان يعمل تبييض بليتشنج وايتنينج مش راضي يديله اللون ده بالظبط. حاجات بتنفع فيها الفينير. وفي حالات طبعا ما بينفعش، لما بيبقى حجم السنان كبير، بيبقى فيه بروتروجن، السنان طالعه لبره شويه، بارزه لبره شويه، ما بتقدرش تعمل القصه ديت، لان طبعا انت هتدي شكل، تلاقي العيان بيبقى منظر مش كويس بالنسبه له خالص. دي بنبتدي بنعمل حاجه ثانيه بقى، لو هو العيان عايز بنضطر نعملها كراونز بقى، بتضطر تبرد السنان نفسها وتعملها كراون ايماكس او زركونيوم يعني.
السؤال اللي جاي مهم قوي بقى. العيان بيبقى جاي، في ناس بتبقى مستعجله، هي طبيعتها كده، وفي ناس تقول انا مش عايز اعمل تبين عسل، انا هقعد فتره طويله اعمله ومش عارف ايه والكلام ده كله. فانا عايز اتكلم على المده، كيفيه التحضير، المده اللي بياخد التحضير. المده بتاخد 4-5-6 ساعات، بتتعمل على طول، بتعملها على طول. انت بتعملها، بتاخد مقاسات، بتعمل حاجه اسمها موك اب بروفا لشكل السنان اللي بتتعمل، العيان بقى شايف شكل سنانه على في الجهاز بتاع الكات كام او السيرج بالشاشه، وبتبتدي انت تعمل ديزاين لشكل السنه نفسها وترسم شكل السنه، بتديك الشكل اللي بيختاره العيان، ويبقى ماشي مع شفايفه، ماشي مع البروفايل بتاع وشه وعينيه مناخيره والحاجات دي كلها. بس هو انا دايما ببقى بتخير لون السنان، في ناس بتختار اللون السنان الابيض الفاتح قوي، انا بحب دايما يبقى ماشي مع بياض العين. بياض العين مع لون السنان بيبقى متناسق جدا، الا لو هو رغبته طبعا ان هو عايز سنان بتبقى بيضه بيبقى نفسه. ازاي بيتم بقى تثبيت اللزق هنا؟ التثبيت هنا دي 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 الفينير بقى. دي هنا في تحضير في السنه نفسها، السنه انت محضر فيها بطريقه معينه وعامل فراغات بين السنان. انت بتبتدي تحط ماده اسمها اسيد اتش، ماده كده معينه، حمض معين بيركب على السنان نفسها على المينا، بيبتدي يعمل زي بورز، زي اخرام كده في المينا نفسها، وبتحط ماده اللزق، ماده ريزن كده، حد ماده معينه كده بتتحط بيها وتلزق بيها الفينيرز. اللزق نفسه عالم تاني برضو، عالم فني. طبعا انواع كتير، انواع كتير جدا يعني في اللزق نفسه، بس هو احنا دايما بنتخير انواع معينه من اللزق اللي بتبقى ماشيه مع الزركونيوم والايماكس، دي بتبقى حاجات معينه كده الماني، بتبقى هي دي اللي بتبقى كويسه جدا. بس برضو زي ما بقول لحضرتك، لازم بتبقى عامل ماده معينه جوه الفينير نفسها وماده معينه على السنان نفسها عشان الاثنين يمسكوا مع بعض. لان مهما جبت ماده لزق، اقوى ماده لزق، وما عملتش الحته اللي في الفينير وفي السنه، السنان مش هتمسك خالص. التحضير، التحضير، التحضير ده مهم. تعالوا نسمع سؤال لهاني عفيفي عن الاختيار. الاختيار مهم في عالم التجميل، تعالوا نسمع. مع الانتشار الواسع لوسائل الاطلاع والمعرفة ووسائل التواصل والانفتاح على كل جديد في العالم، زادت معرفة الناس بأهمية علوم كتيرة كانت شهرتها محدودة زمان، زي تجميل الأسنان اللي كعلم وطب موجود من زمن طويل ومستمر في التطوير وتطوير التقنيات والأدوات. ومع زيادة الرغبة في الجمال والشباب، ما بقاش تجميل الأسنان مرتبط بس بالمشاهير والأثرياء زي زمان. بحسب الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، أكثر من 85% من البالغين مقتنعين أن الابتسامة غير الجذابة تخلي الشخص أقل جاذبية للجنس الآخر، وبالتالي بتأثر بالسلب على حياته الاجتماعية وحالته النفسية. ومع الانتشار الواسع للفرع ده من فروع الطب، بتزيد الحيرة في اختيار الطبيب المناسب والصرح الطبي المناسب، خصوصاً أنه علم وطب مرتبط أيضا بفن وحس وذوق الطبيب ومتانة وفعالية الأدوات المستخدمة وحداثة الأجهزة. إزاي المريض يختار صح الطبيب والصرح أو المركز الطبي اللي يلجأ له في تجميل الأسنان؟ هنا سؤال مهم قوي في الثقافة، إزاي يختار صحيح المريض المكان، يقول أنا رايح أعمل تجميل في مكان متخصص في التجميل؟ هو طبعا لازم يبقى دايما، غالبيه المرضى بتبتدي دلوقتي، بقت السوشيال ميديا والدنيا كله بيخش ويقرا وبقى عارف كل حاجه. انا المريض بيجي لي بيبقى عارف حاجات اكتر ما انا عارفها، يعني انت فاهم، لان قاري على الفينير وقاري على الاسنان وقاري على الزراعه وقاري على كل دوت، وبيتخير كل مركز، بيشوف طبعا مكان الامكانيات اللي موجوده فيه، نظافه المكان، هل في كل الامكانيات المتواجده يقدر بيلاقيها زي ما بيكون قاري او عارف او كذا. زائد كمان في حته كمان، ان لازم الدكتور يشرح للمريض ايه اللي عنده، ايه المميزات اللي عنده في العياده لو هو جاي لك، بتوريه كل حاجه من ناحيه التعقيم لغايه الزراعه لغايه الفينير لغايه الكات كام اللي موجود عندك بتتعمل ازاي والحاجات دي كلها، كل ده بيهدي العيان وبيريحه جدا يعني. ايه مميزات الفينير عن في التجميل عن الاساليب الاخرى؟ هي مميزاتها ان انت ما بتلعبش في السنه. انت بتخلي السنه زي ما هي وبتحط عليها حاجه تجميليه، انت حتى لو حبيت بعد فتره تشيلها مش هتكون تأثرت السنه خالص. دي من اهم الحاجات بتاعت الفينير انا بعتقد فيها. في الاختيار، ايه الحاله اللي تقدر تقول لها ما ينفعكيش فينير؟
ما ينفعكيش فينير لو انا حسيت في حاجتين، انت السنان حجمها كبير وعندك بروزات في السنان وشكل السن هتحس ان انت عندك بقى عندك ضب في السنه نفسها، او الاورال هايجين صحه الفم عندها مش كويسه خالص. فاذا كان سنانها اللي ربنا خلقها باظت، فتخيل بقى حاجه صناعي انت مركبها لها هتبوظ طبعا، لازم هتبوظ يعني. طب ايه البدائل ساعتها؟ البدائل بقى ان احنا بنحاول نبتدي نتعامل سايكولوجي نفسيا مع العيان، ان هو يظبط الهيجين بتاع بقه، ان هو يظبط الدنيا دي كلها، وبعد كده نبتدي نعمل له الفينير ونعمل له القسم. لكن في حالات بقى طبعا بتبقى البروزات والحاجات دي كلها بنبتدي نخش في قصه تانية، ممكن نبتدي نعمل تقويم الاول ونظبط العظم نظبط السنان وبعد كده نفكر في الفينير. لو العيان داخل لك محتاج زراعه وفينير في نفس الوقت بس عنده مشكله في الجيوب الانفيه، مشكله الجيوب الانفيه دي طبعا برضو بتظهر بالاشعه، عشان كده احنا بنقول اهم حاجه الاشعه اللي احنا بنعملها. فالاشعه دي بتبين لي هل الجيب الانفي نازل جدا نتيجه العظم متاكل، او ان هو بقاله فتره، او ان هو عنده التهابات جامده جدا في الجيب الانفي او الكذا. فدي بتبتدي نعمل عمليه بقى بتقص قصه تانية خالص، بنبتدي نرفع الجيب الانفي، بنرفعه شويه، بنعمل حاجه اسمها ساينس ليفت، وبنعمل عظم، نحط عظم مكانه ونزرع مكانه مسمار جوه العظم، وبعد ما نكون رفعنا الجيب الانفي بنسبة معينة. في حاجات بتتعمل بتبقى كلوز مقفولة من غير ما نفتح على الجيب الأنفي، وفي حاجات بنضطر نفتحها بقى. كيف ترى ثقافة الناس دلوقتي على التجميل؟ تقييمك ليه؟ الناس كلها بقت بتفهم في التجميل، كله بيفهم، كله بيفهم في التجميل. ده حلو. طبعا دي حاجة طبعا كويسة، ما كانش كده خالص قبل كده. يعني من 8 9 سنين ما كانش القصة دي متواجدة خالص يعني. واللي ابتداها هو كل كل حاجه. تعال نشوف في الصوره اللي جايه دي واسمع منك تعليق، هل ده اللي هنشوفه دلوقتي ده عدو من اعداء السنان ولا لا؟ الخله طبعا اكبر عدو، انا بعتبره اكبر عدو من الاسنان، لان انا دايما لما بيجي ينظف خله السنان، خله السنان دي ليها حيز كبير شويه، فكل ما بتخش في السنان بتعمل حيز اكبر، بتوسع الجيب اللي بين السنان نفسه، مش زي الفتله الطبيه. الفتله الطبيه حيز مفيش وبتبقى مشمعة عليها شمع، فبتتزحلق كويس وبتخش وما بتعمليش تهتك في اللثة ولا سبيس، لكن دي بتبهدل الدنيا خالص. هو في كذا نوع، بس في نوع جيد جدا مختفي من السوق دلوقتي للفتل الطبي، اللي هو العريض. العريض موجود بقى، ينزل نزل بقى نزل تاني ادور عليه تاني. موجود لا الازرق أخضر. اخضر اخضر او بقى أخضر. لا موجود رجع تاني. انا جايبه الله. عندي في العياده، ولما بيبقى انا عندي الابيض كتير. لا الاخضر ده هو العريض ده بيبقى ده رائع جدا جدا يعني. طب عايز يعني اسمع تعليقك على دراكولا. هل دراكولا هنا شكل اسنان شبه دراكولا ولا شكل اسنان؟ طبعا لو انت عملت تقييم للسنان وظبطت اسنانك، سنان المريض بطريقة كبيرة مش متناسقة مع وشه، هيبقى عامل زي دراكولا بالظبط، هيجري وراك طول عمره. في العياده حالات زي كده بتيجي العياده طبعا، اوقات بتعمل يعني الواحد طبعا مش منزل يعني، ممكن بتعمل خطا، ممكن بتعمل كذا، بس الواحد بيلحقه على طول يعني. لكن لو حد ركب سنان ونياب كبيره وسنان طالعه وبتبقى باينه من الشفه، والطبيعي حضرتك ان دايما لما تيجي تبتسم او ان ريست بوزيشن، ان الوضع الراحه، ان تبقى ملي 2 ملي باينه من السنان من الشفه يعني. لكن لما تبقى باينه كتير قوي انت دخلت في قصه ثانيه بقى، دخلت في ارانب دراكولا وبتاع. انت نورتني النهارده، سعدتني بوزيارتك لينا، اضافه كبيره جدا لينا في الناس الحلوه، ونتمنى ان انت تشرفنا بالزياره. احنا بنقدم لك الدعوه من زمان، بس يعني انت كنت مشغول عندنا شويه، لكن يعني عالم الاسنان يحتاج الى ان احنا نسمعك بالتفصيل بهذا العلم الرائع والتنظيم المتميز للغايه. محتاجين نسمع منك كلام كتير في التجميل، محتاجين نسمع كلام كتير في الزراعه، محتاجين في التركيبات طبعا ان شاء الله، ونقارن بين التركيبات والزراعة. هنحاول نبقى ندي شوية نصايح للناس كده، بالنسبة لأن مش كل حاجة بقت برضو شغل السنان مش شغل تجميل وزراعة بس، في حاجات تانية كتير. في حاجات تانية كتير بالظبط كده يعني، تحفظي هو ده اللي هو الأساس اللي احنا شغالين بيه كنا يعني. بس ايه رأيك فيها؟ أنا بقيت نص دكتور سنان صح؟ لا أنت بقى 100 100 كل حاجة من تحت لفوق. نورتنا دكتور. ضيف العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الاستاذ دكتور شريف عزت، استشاري زراعات وتجميل الاسنان وصاحب دبلومات الاسنان في من جامعه اوكسفورد وماجستير في لجراحات الفم والاسنان، كان ضيفي في الناس الحلوه. يبقى الاهتمام بالسنان والبعد عن الحاجات الخطيره، الخله. ناس
يعني الخلة بالنسبة لهم إدمان. في ناس بالنسبة لهم الأخطر من الخلة، في ناس بتلعب بحاجات خطيرة، مفتاح، مسمار، مش عارف إيه، في سنانه بكل الميكروبات، بكل الكوارث اللي في الحاجات دي. الناس دي لازم تتنبه إنها بتضر نفسها جدا. خلي بالك من سنانك وما تتواناش عن إصلاحها، وزيارة دكتور السنان مش مرة ولا مرتين كل 10 سنين، ده لازم تبقى روتين. روتين دي واجب قومي عليك تجاه نفسك. خليكم مع الناس الحلوة.